متخيله انه المحكمه الاداريه العليا يمكن مجلس دوله في النهايه هيبقى ده الحكم بتاعها ولا ايه؟ مش عارفه. لكن في النهايه اهميه الخبر هقوله لحضراتكم، والاداريه العليا تؤيد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئه تدريس جامعه القاهره. الفضل في الحدوتة زي ما حضراتكم عارفين، والحقيقة أنا طالبة عشان أشكره، مش عشان أبارك له بس، لأ عشان أشكره، لأنه الفضل في هذا الموضوع راجع للدكتور جابر نصار. دكتور جابر مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا جمال. أهلا بحضرتك. وحضرتك طيب يا رب. النهاردة 27 يناير دكتور جابر، يوم مهم في تاريخك، هيتوقف امام 27 يناير التاريخ الحقيقه، انه يبقى في حكم، ان يبقى في حكم من نهائي قضت به المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله على منع النقاب لهيئه التدريس في جامعه القاهره. طبعا يعني هذا الحكم التاريخي زي ما انت قلت في الحقيقه، نعم. وهو وصف حقيقي، لانه هذا القرار الذي صدر من جامعه القاهره في سبتمبر 2015، نعم، وتأيد من محكمه القضاء الاداري في 29 يناير 2015 برضه، صدر الحكم من محكمه القضاء الاداري. نعم. النهارده بيصدر حكم من اعلى هيئه قضائيه، نعم، في مصر، هو حكم نهائي وبات، وبتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع التدريس بالنقاب، وهو ما ينسحب أيضا على هذا الحكم، ينسحب على قرار آخر، وهو ما الطبيبات والممرضات في مستشفيات جامعة القاهرة. ده بقى اللي عايز أتكلم مع حضرتك فيه كتير. عايزة الاثنين ارتبطوا ببعض في الحقيقة. نعم. في الحقيقة انه هذا القرار في وقته قد اثار يعني مناقشات كبيرة جدا، وكان الرافضون له، نعم، يعني يتعشمون ويتمنون الغائه في القضاء. نعم. أنا يمكن في برنامجك وفي برامج اخرى، نعم، وقتها قلت انه القرار اتخذ بحرفية قانونية واستوفى اسبابه وشكله القانوني، ولذلك يصعب ان يلغى قضائيا، وقد ايدني القضاء في المحكمة القضاء الاداري والادارية العليا في ذلك، وهذا مما اعتز به باعتباري رجل قانون طبعا في المقام الاول ومحامي رئيسا للجامعة. الحقيقة القرار كان له ما يوجبه لإصلاح العملية التعليمية، وكان له في الحقيقة أثر إيجابي آخر لم يلتفت أو لم يمكن لم يلتفت له الكثيرون، وهو أنه منع التدريس بالنقاب قد أدى إلى انحصار النقاب بين الطالبات، لأنه إحنا لاحظنا أنه كثير من الطالبات يعني بيقعن تحت التأثير المباشر لهؤلاء الأستاذات المنتقبات، وكان سبب من أسباب انتشار النقاب في الجامعة، نعم، هو هذا التأثير المباشر لهن بإبعادهن عن العملية التدريسية، وقد كنا في ذلك عدول، حيث لم يتأثر أو لم تتأثر حقوقهن المادية، نعم، ولم يتأثر الراتب ولا المكافآت التي يحصلن عليها، نعم، إنما باعتبارات المصلحة العامة اتخذنا هذا القرار، ونحن نفخر بأن المحكمة الإدارية العليا قد أيدت هذا القرار. والنهاردة المطلوب النهارده انه ان يطبق هذا الحكم الذي صدر من اعلى هيئه قضائيه، نعم، على كافه الجامعات والمدارس، لانه في الحقيقه ليس هناك مبرر على الاطلاق انه يكون في المدارس او في الجامعات
مدرسة تعلم الطلاب أو التلاميذ وهي منتقبة، لأن ذلك وفقا للأصول العلمية يمنع التواصل في العملية التعليمية. والمحكمة الإدارية العليا في الحقيقة أقرت أن المؤسسة كالجامعة وغيرها لها أن تشترط ديا محددا يمكن عضو هيئة التدريس أو المدرسة من عملها. وضربت مثالا لذلك أن الجيش بيشترط زي معين، أما الشرطة بتشترط زي معين، أما القضاء بيشترط زي معين. نعم. مش ممكن النهاردة نلاقي قاضي واقف قاعد على المنصة وهو لابس تيشيرت مثلا، صحيح، ونقول دي حرية ملبس. نعم. ولا نلاقي مثلا رجل عسكري سواء في الجيش أو الشرطة لابس ملابس، لابس تريننج أو لابس، صحيح، ملابس يعني قميص وبنطلون، ويقول دي حرية.